Stub routers و stub networks، شو الفرق بيناتهم أو بالأحرى شو معناتهم؟ أنا إذا بتطلع على الطبولوجي الموجودة عندي هون بتتألف من R1, R2 and R3 وفي عندي R4 موجود على جنب. We need to classify these routers، يا أما بيكونوا stub router يا أما بيكونوا منون stub router. بعدين بنحكي عن stub networks. أول شغلة تعامل classification إذا هيدا الراوتر هو stub أو لا، بدي أتطلع أنا على الراوتر بحد ذاته. الشرط بيقول تيكون stub router لازم يكون في عندي one single exit interface على other routers. يعني إذا بطلع على R1 على ميلة الشمال عندي هيدا الانترفيس اللي موجود هون بياخدني على switch يعني على local area network، أما على ميلة اليمين حياخدني على router تاني. فبما أنه عنده only one بطلعني على router تاني، فإذا this means يعني بمعنى تاني هو عبارة عن stub router. إذا بطلع على R2 يا هل ترى R2 هو stub ولا منو stub؟ بما انه التو انترفيسز بياخذوني على تو راوترز يعني على اللان سيجمنتس اللي هن النتورك 2 والنتورك 3، كمان في عندي اذر راوترز يعني بمعنى تاني بتكمل عندي التوبولوجي بمنطقه تانية، فاذا this is not a stub router. اذا بتطلع على R3 على ميله الشمال عندي نتورك 3 وعلى ميله اليمين عندي نتورك 4. صحيح انا في عندي لان سيجمنت بنتورك 4 او بالاحرى في عندي سويتش، ولكن مش بالضروره انه تكون هيدي عباره عن stub network، والدليل انه هيدي النتورك الموجودة هون انا بسميها Multi Access Network. شو معناته هيدا الكلام؟ معناته انا R3 بيقدر يكمل انه يطلع على باقي التوبولوجي من خلال السويتش الموجود عندي هون وبيروح على R4. يعني بمعنى تاني This is not a stub router، لانه انا في عندي R2 على ميلة الشمال كراوتر وفي عندي R4 على ميلة اليمين كمان كراوتر، but I need to cross the switch. So R3 is not a stub router. اما بخصوص R4، يا هل ترى R4 هو stub router ولا لا؟ ما فيني اجزم اذا كان R4 stub router او لا الا ما اعرف شو جاي من بعد. اذا كان R4 بالحالة اللي موجود فيها هون ما في عندي شيء connected بتاتا من بعده، فاذا this is a stub router لانه ما عندي شيء من بعده. ولكن بهيدي الحالة ما فيني اجزم الا ما اعرف يا هل ترى R4 في عندي شيء connected عليه as a local area network ولا it's connected to another router. فإذا على أساسها أنا بقرر إذا كان stub router أو منو stub router. فإذا بمعنى تاني stub router هو عبارة عن الراوتر يلي it has only one exit interface to other topology. فإذا بهالإكزامبل بس R1. طيب شو معنى stub network؟ stub network is a network that has only one interface to the routed topology. Network 1 ما بتقدر تظهر على topology إلا بالgateway اللي موجود عندي على R1 يلي هو هون. فإذا بمعنى تاني this is a stub network. Network 2 من stub network. ليش؟ لأنه أنا بقدر أظهر بهيدا الانترفيس تبع الراوتر على ميلة الشمال على R1 وبقدر كمان أظهر على R2. فإذا هيدي النتورك من stub بستعملها for interconnectivity. كذلك الأمر Net 4 ولو حتى إذا كان في عندي PC connected عليها it's not a stub network. ليش؟ لأنه فيها تظهر من النتورك الموجودة فيها هون إذا كان في عندي PC يا أما من خلال R3 أو من خلال الـ R4. كتير مهم أعرف إذا أنا الراوتر هو stub أو لا. ليش؟ لأنه هيدا الشيء بيساعدني بالconfiguration للـ default static route.